queste note così basse che so fa. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى في قناتي. اليوم إن شاء الله باش تشوفوا معايا كيفاش نحضروا روسيت تراديسيونيل كيما العادة الطليانية. روسيت هذية الانجريديون بتاعها ليسونسييل هو القرع الأخضر. نعطيكم كيما العادة اسم الروسيت، حضروا رواحكم. زوكيني ريبياني، إش معناتها زوكيني ريبياني؟ سهلة برشا، يعني قرع أخضر محشي. دونك نتعداو توا للانجريديون بتاعنا. هوني عنا بطبيعة الحال قرع أخضر، أخذت هوني 3 كعبات قرع. عندي هوني شابلور، خبز مرحي تقريب هذية 100 غرام. وبعد نجيو لهوني عندي تقريب 350 غرام الحم المفروم البقري، ملح وفلفل أكحل. عندي لهنا صوص طومات، عندي عظم، عندي كعيبة عظم، عندي نص كاس ماء، زيت زيتونة. هوني اشتر بصله قصيتها بالفاسون هذية، وهذية جبن بارميزون. جبن بارميزون خذيت انا لهنا 20 غرام. تقولوا لي جبن بارميزون مش متوفر عندنا ولا ما عندناش، سي با غراف. راهو ايش نقول لكم حاجه باش نحل بارونتيز صغيره، انا لهنا راني جوست نطيب الروسيت الاصليه كما هي تلكلي، يعني جوست باش نعطيكم الفكره الاصليه نتاع الروسيت. اللي ما عندهاش بارميزون سي با غراف، يعني ما تقفش الدنيا، تنجم تعاودوا تو بنوعية الجبن اللي عندكم انتوما. بطبيعة الحال يعني باش تفرق شوية، اما ما تقفش الدنيا. جوست انا حاجة بركة اللي انا بيرسونيلمون كونترها، ما تحاولوش تزيدوا ديزانغريديون من عندكم ومعناتها وخاطر سينو باش تولي روسيت اخرى كريمو. دونك فو بازي من معناتها ليزانغريديون اللي نعطيهم لكم انا، خاطر هذوكم هما ليزانغريديون تاع الروسيت الاصلية. نسكر هوني البارونتيز، نرجعوا للروسيت نتاعنا. دونك هذوما هما لي زانغريديون باش نطيبوا بيهم لي زوكيني ريبياني. تابعوني توا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا مع بعضنا الروسيت هذيا. اول حاجه نعملوها شنو باش نعملوا، ناخذوا 3 كعبات قرع هذوما، نجيو نقصوهم بالفاسون هذيا، نحيوا لهم الساعه الاطراف هذوما، ونجيو كعبة قرعة هكايا ونقصوها معناتها 3 بارتي. نعملو هكا، واحدة واحدة اثنين وثلاثة. نقصو بالفاسون هذية زادا هذوما الاثنين بنفس الفاسون. دونك نحيولها هذي، نحيولها هذي، واحدة اثنين واخر كعبة بيان سور كيف بنفس الفاسون. الاخرى مشات تسرح على روحها، قعد هوني. دونك هكا وهكا. بعد ما قسيناهم 3 كعبات قرع نتاعنا، شنو نعملو؟ ناخذو هذايا، واللي ما عندوش هذايا ينجم حتى يستعمل السكينه، ونجيو نفرغو القرع نتاعنا الكل. نعملو هكا معناتها بور يعني القرع اللي عندنا الكل، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. فوالا، شدينا توا القرع قسيناه الكل هكاكا، كله. تو شنو نعملو؟ الدخليني بتاع القرع اللي نحيناه هذايا ما نطيشوهش بطبيعة الحال، نحطوه دو كوتي. انا حطيته في البول هذايا. دونك تو شنو نعملو؟ نتلهيو ساعة قبل بهذا. هذا شنو نعملو له تو؟ نزيدو له الحم نتاعنا المفروم الكلو، هاو نخلطوه ساعة بالكدا هكا. على فكره راهو انا معناتها القرع هذاك اللي بقى راني رحيته بالميكسور باش يسهل لي يعني الكل الحكايه الكل، يعني العمليه الكل. دونك شديت هاو الحم مفروم تاعي، كاينك باش تعجن حسيلو الخبز حم مفروم وكل اللي بقى من القرع الاخضر نتاعك. فوالا، حطيناهم توا الاثنين مع بعضهم بالكدا هكاكا. توا شنو نعملو؟ نملحو. انا نغسل يديا دقيقه. فوالا، نملحو. هذيا عاد الملح وكل سولون الجو نتاعكم. نملح، بعد ما ملحت نزيد نخلط هكاكا، نحط لها شويه فلفل اكحل. فوالا، بكري نسيت ما قلت لكمش، كان تحبوا بيان سور اوبسيون، تحبوا تزيدوا المعدنوس زيدوا، حاجه فاكولتاتيف وتبنى تحفونا يعني. فوالا، حطيت شويه معدنوس، زدت كملت خلطت.
بالكدا. توا شنو نعمل؟ نكسر هاك العظمه، بسم الله، نحركو 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 بالكدا بالكدا. توا شنو نعملو؟ نزيدو جبن بارميزان هاك اللي قلت لكم عليه من الاول، هاك 20 غرام، ونزيدو الشابلور. يظهر لي الشابلور، مانيش نحط الكل انا وتنشوف عيني ميزاني، خاطر تظهر لي ظهرت لي برشا. كنت حقيقه تو نزيد، حطيت انا من الاول قلت لكم هذه الشابلور حكيت 100 غرام، يظهر لي باش نستعمل منها انا تو ديجا استعملت 50 غرام، وتنشوف كان استحقيت نزيد بار لا سويت. بور لو مومون هكا ناخذ هذوما الكل ونعجنهم هكا حتى بالكدا بالكدا. هاي يظهر لي باش نستحق الكل، دونك نصب 100 غرام الكل شابلور ونعجن نعجن نعجن. ها هو بعد ما خلطنا وعجننا بالكدا بالكدا بالكدا، نشدو القرع نتاعنا اللي فرغناه يعني من هنا من الاول، ونشدو شو اسمه الحشو نتاعنا هذايا، ونبداو تو سامبلومون نعبيو كعبات القرع نتاعنا توت دو لا مي فاسون هكاكا، نعبيهم الكل، ومن بعد بار لا سويت ان شاء الله نوريكم ليتاب الجايه. باهي فوالا كملت انا توا عبيتهم الكل، هذوم الكل هكا. وتوا شنو باش نعملو؟ بقى لي لهنا بيان سور، خاطر الكميه اللي عملتها نتاع اللحم مفروم برشا، دونك هذايا شنو باش نعملو بيه تقولو نتوما؟ سامبل ياسر، ساعة هذوما نحطوهم دو كوتي، نجيو للمفروم نتاعنا، المفروم نتاعي اللي بقى، ونعملولو تو سامبلومون دي بوليت، بوليت لحم هكاكا، دي بوليت مش صغار ياسر ومش كبار ياسر، معناتها هك متوسطين. هكا نعملوهم الكل، اللحم مفروم هذه الكميه هذه الكل نعملوه دي بوليت هكاكا، نحطوهم دو كوتي، ومن بعد كيما العاده نرجع لكم. فوالا هما لي بوليت اللي عملناهم باللحم المفروم نتاعنا اللي بقى، وهذوما القرع الاخضر اللي يعني قديناه عملناه مع بعضنا من الاول. دونك توا شنو باش نعملو؟ نخليهم توا لي دو كوتي ونتعداو نشوفو كيفاش باش نعملو لهم الصوص نتاعهم. كما العاده نجيو لهنا، حطينا الساعه المقله نتاعنا على النار، نار بور لو مومون يعني قويه، تحطوا زيت زيتونه هكاكا، تحطوا شويه زيت زيتونه، من بعديك شنو تعملوا؟ تزيدوا له البصل، بسم الله هكا، نحركوا توا مليح مليح، نحركوا كما قلت لكم مليح مليح. توا شنو نعملو؟ بعد ما الزيت بطبيعة الحال سخن، نحطولو بسم الله صوص طومات نتاعنا، كل 400 غرام صوص طومات اللي وريتها لكم في اول الفيديو. ونجيو لهنا كما العادة نحركو، بعد ما حركنا شنو نعملو؟ نغطيو عليها لمدة الدرج درج بالمونجيلا، وبعد أتنوريلكم بار لا سويت كيما العادة شنيا ليتاب اللي باش تجي من بعد. فوالا تعدى توا الدرج بالضبط، ملي الصوص نتاعنا قاعدة تطيب. دونك توا شنو باش نعملو؟ القرع نتاعنا هذايا نبداو نزيدو فيه بشوي بشوية، وهكاكا بوغ توت لي كونتيتي، ومعاهم لي بوليت. فوالا حطينا لي بوليت نتاعنا مع القرع، توا شنو باش نعملو؟ منحركوهمش بالكل، انا غطيو عليهم ونخليوهم قرابة 15 مينوت وهما هكاكا، نقصو عليهم بيان سور الغاز لأقل من المتوسط، كيما قلت لكم نغطيو عليهم، نرجعو لهم بعد 15 دقيقة، وكل نص كاس ماء اللي وريتهولكم من الأول يعني في أول الفيديو، كان ريتو أنها الصوص شربت برشا، بطبيعة الحال تزيدو كل الكاس ماء يعني نص كاس ماء هذاكا، تزيدوه بشوية بشوية. نرجع لكم ان شاء الله بعد 15 مينوت. فوالا رجعنا لها توا بعد 15 دقيقه، نحلوها نحلو عليها يعني، ونشوفوا لهنا كيفاش اسكو مازلت يعني سي بون والا تستحق ماء. بوني ابارامون تستحق شويه ماء، اي تستحق شويه ماء. نحركوهم هذوما دو فاسون يطيبوا مشرتين، لي بوليت
من الاول بالكل، لان علاش قلت لكم ما تمسوهمش، خاطر راهو حتى ولو شادينيهم بعضيما فما بوسيبيليتي انهم باش يتفتتوا. سي بور سا قلت لكم ما تمسوهمش. دونك توا شنو نعمل؟ لكن نص كاس ماء هذاك اللي وريته لكم الاول نجي نصبو، لا با بلوس. صبينا نص كاس ماء، توا نعاودو نغطيو عليهم مره اخرى، نستنيو قرابة 15 مينوت اخرين وان شاء الله ونرجعو ونشوفو الريزولتا نتاعها. ولا يا جماعه رجعت لكم بعد نص ساعه مش 15 مينوت كما قلت لكم، علاش؟ خاطر عملت عليها نظره الحقيقه ولقيت انها الصوص مازالت ما طبتش، دونك وليت استنيت 15 مينوت اخرين وجيت باش نعمل عليها نظره. دونك نشوفو مع بعضنا الدنيا كلها ذباب. اوكي رجعنا لها الصوص نتاعنا وابارامون طابت، دونك نزيدو نحركوها مع بعضنا نشوفو شويه الكونسيستانس نتاع الصوص. القرع نتاعنا هاوكا طيب، الحم مفروم هذاك ما نحكيوش عليه خاطر في سايتيب، والصوص نتاعنا زيدا سي بون. دونك توا مبقى كان نطفي عليها ونوريلكم ان شاء الله البريزونطاسيون نتاع البلا نتاعنا. ها هو يا جماعه البلا الفينال نتاعنا، هذا هو كان زوكيني ريبياني. نتمنى عجبتكم روسيت اليوم، نحطوا له التوش فينال شويه جبن بارميزون. لا وهذا هو كان لتزوكيني ريبياني. نتمنى عجبتكم كما قلت لكم روسيت اليوم، كان عجبتكم الروسيت ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا ابوني اذا كان اول مره تدخلوا لقناتي وعجبوكم لي فيديو نتاعي اللي فاتوا، وما تنسوش بيان سور تعملوا بارتاج مع اصحابكم وحبيبكم واللي تحبوا عليه. صحوا بشفي ليكم، ملتقانا ان شاء الله في روسيت جديده. 1 2 3 اوبلا.